دول عربيتين ما شاء الله عليهم، بوقفهم بدراعتي وبكتافي. بكسرها بفصلها من بعضها. دي طبعا بتضخ سم في بوقي، والسم ده بشربه. معنا أعزائي السيد عفيفي وأولاده، بيشرفنا وجود الدكتور عادل عاشور أستاذ الوراثة الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. تعبانين ولا همك؟ وكبرى كمان؟ يعني السم مش بيأثر في حضرتك؟ لا معايا ما بيأثرش. معايا أولادي برضو، محمد بيتعامل مع التعبين وبيشرب السم بتاعهم وبياكل عقارب. يعني معلش حضرتك اكتشفت في نفسك القدرات دي وانت عندك كم سنة؟ وانا سن 8 سنين. 8 سنين ابتديتها بايه؟ ابتديتها باكل المسامير، بشرب مية النار. تشرب مية نار؟ مية النار حارقة. يعني المفروض انه لو شربتها تتهتك الاعضاء الداخلية. الحمد لله دي حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى. طب ما فيش انسان يعني طبيعي هيفكر انه يشرب ميه نار. لا انا شربتها. يعني انت ايه اللي اوحالك انك تشرب ميه نار كده من غير ما تخاف بالاثار اللي ممكن تعملها فيه؟ حاجه من عند ربنا كده، يعني جت جموديه القلب ولقيتها، يعني الحمد لله. حد مثلا قال لك ما نشوفك بقى تقدر تشرب ميه النار ولا لا؟ لا هي كانت في الاول خالص ما كنتش المقصود ان انا اشرب ميه النار، انا كنت مفكرها ميه معدنيه. كنت جاي من شغل وبقيم الازازه لقيتها ميه نار. كملت شغل؟ كملت، لقيت الناس خايفه ووديني المستشفى. قلت لهم يا جدعان ما فيش حاجه. الحمد لله الدكاتره قالوا لك ما فيش حاجه. لا ما فيش حاجه خالص، كل حاجه طبيعيه، كل حاجه تمام. ونفس الحكايه بالنسبه لاولادك؟ اسم الله. نفس النظام برضه. انت عندك كم ولد وبنت؟ عندي 12. بسم الله ما شاء الله. وكلهم فيهم القدرات الخارقه؟ لا دول بس. الاثنين دول بس؟ اه. طب بنتك بتعمل ايه؟ البنت بتعمل حاجات برضه كويسه، يعني بتضرب سيف بطنها بينكسر او بينتني. ما شاء الله. تاكل ازاز، تاكل مسامير. طب انت ازاي عرفت ان ولادك دول الاثنين هم اللي عندهم؟ اذا بسم الله ما شاء الله عندك 12، يعني ال 12 جربوا ولقوا ان ما عندهمش القدرات؟ لا ما جربوش، لان يعني دول لما بيشوفوني بعمل حاجه بيبقوا حاطينها في دماغهم. دخلت على سمر مره لقيتها قاعده عملت تاكل في المسامير، فضلت مراقبها كده من بعيد، قلت اما اشوفها هتعمل ايه. لقيت الحمد لله نفس النظام محمد برضه، انما التانيين ما جربوش، لان طالما ما عندهمش الحاجه ما مش جايين عليه. وحضرتك كمان بتاكل العقارب والفحم المشتعل؟ باكل عقارب وباكل التعابين وبشرب السم بتاعهم. طب واللمبات النيون دي مش فيها؟ اللمبه دي في قلبها بودره سامه. طب ممكن نشوف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كل
طب انت اديتها لاولادك ليه؟ ولاد اما ياكل اللمضه الازاز دي انا اكل حاجه جديده. ايه جديده بقى؟ يعني مسامير. مسامير؟ يعني دي حاجه خفيفه؟ بس دي البودرة السم. بسم الله ما شاء الله. بقى تبلع بمية النار. لا دي مية عادية. ما بيحصلش ألم في المعدة بعد الأكل الزجاجي؟ لا يعني الحمد لله، وعملوا لي كشف طبي في مستشفى عين شمس التخصصي، ما فيش أي حاجة. طب وأنت فعلا بتتني المسامير في جلدك؟ لا كنت بعملها بس أنا ما بقتش أعملها دلوقتي. وإيه ده، سيف ده ولا سكينة كبيرة ولا؟ سيف. بتعمل بيه إيه بقى؟ ده بكسره في بطني أو بينتني. بتتنيه في بطنك؟ آه. برضو بنتك؟ اجمالي. ما شاء الله ما شاء الله عليك. طب وحضرتك بقى ايه اقوى حاجة عملتها في تاريخك دي؟ كل حاجة قوية ان شاء الله عملتها. أنا بعدي عربية من على بطني وتحت مسامير. والله يعني طب هتاكل لنا مسمار؟ ماشي. ونبلع بقى بمية النار ونختم الفقرة دي. وحضرتك بتطحنه الأول بسنانك؟ اتبلعت؟ دكتور يعني حضرتك النهارده حضرت معانا من اول الحلقه وشفت قدرات بسم الله ما شاء الله يعني فوق الخارقه في بعض الاحيان. في تفسير علمي للقدرات دي؟ والله النماذج اللي احنا شفناها النهارده يعني طبعا مش محتاجه حلقه وحد في علم الوراثه يتكلم فيها، محتاجه مؤتمر علمي كبير دولي وابحاث تجرى على الناس دي اللي هم ذو المواهب الخارقه. لازم الناس دي يتعمل لها فحوصات وابحاث ونعرف ايه الغريب اللي في جسمهم او ايه اللي مش موجود في الانسان الطبيعي عشان نقدر نفسر هذه الظواهر الخارقه. هل هي عوامل وراثيه بس هي اللي بتتحكم في هذا الموضوع، ولا في بيئه محيطه، ولا في تدريب قوي بيحصل لهذا الموضوع؟ يعني احنا عندنا ثلاث عوامل مش هنخرج براهم: وراثه، بيئه، تدريب وتعليم. الوراثه احنا متاكدين من ان نصفنا الوراثي انا واخده من الام، والنصف الثاني او اي انسان واخده من الاب من خلال 46 كروموسوم، 23 زوج، 23 من الاب و 23 من الام. بيحملوا تقريبا كل الصفات الانسانيه، وتقريبا يحملوا كل الامراض وكل الظواهر اللي بتحصل في الانسان. تمام؟ من خلال 46 كروموسوم ده يعيش